لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. غادي ناخذ الطول ديال السترة ديالنا فيها 70 زائد هذيك جوج سنتيم باش طلعنا الدار هي 72 زائد 4 سنتيم ديال الثنيه لتحت نحطو دابا الباترون ديالنا وغادي نقطعو الخلف هو الأول هنا عندي افتحات في الجناب الافتحة غنخلي فيها هاديك 13 سنتيم أو 14 وكنخلي لها هنا واحد سنتيم ونص ولا جوج سنتيم باش كتطوى فيها قطعنا الدار ديالنا دابا غادي نقطعو الأمام هاد الباترون هذا قطعت به الدار دابا غادي نقطع الأمام هانتوما ردو معايا البال دابا غادي نقطع هذا من هنا غادي نقطع هنا هذا غادي تخلف يجينا من هنا من التحت حيت هنا غادي تركب السلسلة ديالنا السلسلة غادي نركبوها من هنا لهنا غادي نكملو البصالة
عندنا هنا 10 سنتيم زايدة على الفاتورة. هذا هو وجه الطابلية. السلسلة كتسد هكا. هنا كنخلي 2 سنتيم ديال الفتحة. هنا كنزيد 1 سنتيم ديال الخياطة على حساب السلسلة. دابا غادي نقطعو غادي نقطعو هادي وغادي نزيدو فيها 1 سنتيم ديال الخياطة. هنا زدنا 1 سنتيم د الخياطة. هاد البنسة اللي درت هنا فيها 1.5 سنتيم، غادي نحيدها. هنا في الأمام ما عنديش بانسات، دابا عندي بانسات غير في الدار. هذا هو الأمام ديالي. على 44 غندير ليها جويبات هنا. وغادي تكون عندنا السلسلة هنا على هاد الحد هنايا. وخلاص راه غادي نشوفو طريقة الخدمة. ناخد هاد الطول هذا ديال هاد الفتحة هادي كامل حتى الفوق، فيها 74. هاد السمطة هادي ندير فيها 10 سنتيم. نقطعو الكارنيتور
انا غندير الجوابات ديالي. هادي الكارنيتور ديال الامام، كنظن كل شيء واضح. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الفصالة ديال اليدين هنا غادي تكون عندنا السنيسلة حتى لهنا، تبقى تسنى.